ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده من كابتس ونبي. النهارده هنلعب مع بعض لعبه ريسيبي فور ديزاستر. اوكي، اللعبه دي انا كنت شفتها في الاول على جيم راوند، ماشي؟ فخلوني بس اجيب الكاميرا كده لحظه واحده. فين الجيم؟ اهي. اوكي، ادي الجيم، وخلوني ابدا منبه كمان. انا عملت نفسي شخصيه في اللعبه بس مش عارف دي حاجه مهمه ولا لا، وخلونا نبدا نيو جيم لان ما لعبتهاش قبل كده. اوكي، في كامبين وفي فري بلاي. في كامبين، الكامبين ده هيقعد يعلمنا نعمل ايه. خلينا نخش فري بلاي على طول. ماشي، ميديوم ولا ايزي ولا ايه؟ خلينا ميديوم. ماشي ونشوف. فكرة اللعبة ايه؟ احنا عندنا مطعم ومطبخ في المطعم، وبنحاول نعمل مطبخ جميل وواضح ان احنا بنبدأ من الصفر يا جماعة. الله 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 الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوكي، بيلد وول. طب احنا بقى فين المطعم؟ لحظة، ده المطعم؟ لحظة. اوكي، ده المطعم. اوكي، طب لحظة، ليه نبني حيطان جديدة وبتاع؟ خلونا بس نعمل ايه، اوردر ويندو. الاوردر ويندو اهي. اوكي ماشي، مش محتاجنا. طيب تعالوا نجيب مثلا ايه، نحط مثلا دايننج تيبل هنا ودايننج تيبل هنا ودايننج تيبل هنا، ثلاث ترابيزات. اوكي، وبعد كده كراسي. فين الكراسي؟ اهي. احط كرسي هنا وكرسي هنا وكرسي هنا وكرسي هنا. هل اقدر احط كرسي؟ اوكي، ده لازم يبقى كده. الترابيزه اللي في النص دي معضله كبيره على فكره. انا ما لعبتش لعبه قبل كده على فكره، بس هي الكنترولز بتاعتها شكلها سهله، ف قشطه. طب هل انا مكتفي بهذا القدر من ناحيه البتاع؟ اوكي، طيب تعالوا نجيب ايه بقى؟ ديب فراير، ماشي، ونجيب جريل، ونجيب فرن، لان احنا كده اصلا ما فيش فلوس، فاهمين؟ وعايزين بقى ايه؟ فريدج هنا، ثلاجه تبقى هنا كده، ولا نخلي التلاجة فين؟ نخلي التلاجة هنا كده، ماشي. وخلونا نجيب ستورج شيلف هنا، ماشي. ما ينفعش ولا ايه؟ ايه ده ما ينفعش؟ تصدقوا؟ اه فهمت ليه. اوكي لحظة، هات التلاجة دي. ما ينفعش احرك التلاجة دي. دوبليكيت موف ام، ما ينفعش احط التلاجة هنا. تصدقوا؟ هي التلاجة وشها فين؟ لحظة كده. اوكي، التلاجة كده، ماشي. والشلف احط هنا بس. طب كده هيطلعوا بره ازاي بقى؟ عشان ان شاء الله يعرفوا يعدوا من الباب ده. شايفين الباب ده؟ ان شاء الله يعرفوا يعدوا منه بقى. ما اعرفش، انا بقى بهبد والله العظيم، انا بهبد. مع ان احنا ممكن نطول على فكره، ممكن ننهي يعني، ممكن نحرك المكان يعني، ممكن نكبر المكان زياده، بس انا عايزه صغير كده، ما اعرفش ليه. طيب هنحط هنا فاير اكستنجوشر، حطها فين؟ عايز احط دي في مكان تكون ايه؟ ما ينفعش. طفايه الحريق يا جماعه، قالوا. اوكي، حطيت طفايه حريق جنب الفرن بالظبط، فان شاء الله يكون مكانها كويس، ما اعرفش. اوكي، ودلوقتي نبدا بقى ايه، اعتقد لايتس، اضاءات. صحيح، عايزين نحط اضاءه. حط اضاءه فوق الترابيزه دي واضاءه فوق الترابيزه دي. خلاص، هي الاضاءه دي بره ولا بيتهيألي؟ طب حرك لي دي بقى، حطها لي هنا في النص هي كمان. ماشي كده، عندنا مكان مضاء بشكل كويس. ريست. احنا مش عاملين حمام. صحيح، احنا مش عاملين حمام يا جماعه في المكان. طب بقول لكم، لما تيجي نبدا كده، ماشي. ستاف، هنوظف مين بقى؟ سارة ماروتا. فين بيستي؟ انا اهو. اوكي، وظفني طبعا. سالري صفر. طب ازاي بقى انزله بقى في الارض بقى؟ ازاي اعمله بقى يعني اد جروب؟ ده كرنت ستاف اصلا. اوكي، دول اللي شغالين عندي اصلا، تمام. طب ايه؟ طيب نيجاتيف بالانس ات اي او دي، سيتد تيبلز، فود بروفيت، كذا كذا كذا، موف. لا، طب عايز بقى اقفل كل ده يعني، عايز بقى ايه؟ ابدا العب بقى. نورمال سبيد، فري كاميرا، منيو اديتر، ريسيبي، فود ستورج، ساني، ريزوم. ازاي اعمل؟ انا في بيلد مود. اوكي، فتح لي. اوكي، مطعم فتح. ماشي، خش يا اسطى عند المحل يا اسطى. اوكي، الموظفين جايين اهم تقريبا ولا ايه؟ ده موظف من الموظفين. فين بيستي؟ اهو انا، اهو ده انا والله. لحظة، مش عارفين يخشوا ولا ايه؟ اوكي، مش عارف مش عارفين يخش المطعم. فلحظة واحدة بس. يس، بيلد مود. ازاي اخش بيلد مود؟ انا قفلت المطعم. اوكي، بيلد مود بس، خلاص فهمت. اوكي، بص، الحلو في الموضوع ان انا ما لعبتش لعبة قبل كده وفهمت كل حاجة خلاص بجد يعني، ده الحلو في الموضوع. فا اوكي، يعني احنا عايزين نكبر المكان شوية، فخلونا الاول ايه؟ بيلد وول، بينت فلور. اوكي، بيلد وول، عايزين ندمر دي. لا، عايزين نشيل ده.
لحظه اوكي لحظه كده انا هظبط لكم كل حاجه. بص مبدئيا ده موف خليه على جنب هنا, ودي موف بالام ماشي. تعالى كده ام حطها هنا, ام حط دي هنا, ام حط دي هنا, وام حط دي هنا. اوكي دي اول خطوه ماشي. تاني خطوه عايزين نعمل حيطه هنا كده كده كده, وهنا كده كده ماشي تمام. ليه بقى؟ لان انا عايز اكسر, هو انا اكشلي عايز اخلي الحيطه دي كده ماشي. ليه بقى؟ عشان انا عايز اجي هنا واحط هنا باب سوليد دور زي كده ماشي, وعايز اشيل الحيطه دي هنا. الحيطه دي انا عايز اشيلها. استنى كده, ازاي اشيل الحيطه؟ دوبليكيت موف اوكي ديمولش. عايز بقى ديمولش ده, ديمولش. طيب part of the restaurant is not accessible, please see highlighted tiles. حاضر حاضر حاضر. انا بس عايز ديمولش ديليت واند ديليت. اوكي طب لو عملت كده ودوس ديليت, ايه حاجه حصلت؟ استنى اوكي ازاي بقى ادمر الحيطه دي؟ اوكي اهي اهي, لازم تبقى الحيطه قدامي بس عشان اعرف ادمرها. تمام طيب عايزين بقى الحيطه دي كمان, الحيطه اللي هنا دي, الحيطه اللي هي دي فاهمين. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. وانا ازاي ارفع الحيطان هايد؟ اوكي بس اهو ماشي. دلوقتي بقى ننزل الحيطان تاني ماشي. حلو قوي كده تمام. بص بقى دلوقتي عايزين نعمل الحيطه هنا كده ماشي ماشي. حلو عايزين بقى ايه بقى؟ ندهن الحيطان كلها في لحظه واحده من بره. عايزين دهان حلو للمطعم من بره بحيث ان هو يكون شكله كلاسي شويه. فانا شايف انه مثلا كده ده لذيذ. طب ازاي بقى ادهن بقى كده حيطه مع بعض؟ استنوا اوكي والله اللعبه مفكره في حاجات يا جماعه مهمه جدا 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 كده. دهنت الحيطان من بره كلها, ندهن بقى الحيطان من جوه بقى. فعايزين بقى ايه باترن من جوه برضو حلو. تعالوا نعمل كده. لا مش عاجبني ده ولا ده عاجبني. ده لذيذ, ده لذيذ اوكي. طيب وبالنسبه للمطبخ خليه حاجه كده بالظبط كده تمام. بالنسبه للباتروم خليه حاجه كده اوكي. ده يبقى الحمام تمام ماشي. طيب لغايه دلوقتي تمام. دلوقتي بقى عايزين الارضيات. فالارضيات رايي نخلي دي هنا ماشي, والحمام هيكون كده. لا لحظه, الحمام محتاج حاجه بقى ايه بيش شويه, فممكن كده ماشي. والمطبخ محتاج حاجه ايه صودا برضو عشان لو في وسخه على الارض ما ناخدش بالنا منها فاهمين. هو دي مالها الحته الحمراء دي؟ part of the restaurant is not accessible, please see highlighted مش عارف ايه. اعتقد عشان الحاجات دي موجوده هنا. في لحظه واحده موف اوكي. حط ده كده, حط ده كده, حط ده كده. احنا كده عاملين مطبخ كبير جدا فمحدش ليه حق يشتكي فاهمين. احنا هنحط ده هنا كده لحظه كده, والتلاجه دي هنحطها هنا كده ماشي. كده يقدروا يخشوا المطعم خلاص, او يقدروا يخشوا المطبخ خلاص. فتمام كده رتبنا الحته دي تمام. فلو بقى نجيب الكرسي ده هنا, ونجيب الزرع ده جنبه هنا كده, والزرع ده هنا كده. المنيو دي هتتحط هنا كده ماشي. والزرع ده برضو هخليه هنا عادي. لا الزرع ده مش محتاج يبقى هنا قدام الناس فاهمين. انا ممكن اخليه كده كده بس اوكي. فكده المطعم كمطعم تمام ماشي. ممكن بقى ايه نظبط الترابيزات شويه, لان الترابيزات مش متظبطه الصراحه خالص. فانا هخلي الترابيزه دي هنا وهعملها دوبليكيت بالسي اوكي, واحطها هنا تمام. وبعد كده انا عايز الكراسي بس بقى, يعني اعمل دي ايه سي. كرسي هنا, كرسي هنا, كرسي هنا, وكرسي هنا اوكي. فكده عندنا ايه؟ عندنا دول فاهمين. اللايتس ام سوري سي, ونحط لايت كمان هنا. فكده عندنا اضاءات هنا كتير اوكي. فكده بقى عايزين نحط شويه ديكور في المكان. فتعالوا بقى نحط زرع ولا حاجه. لا مش كده. تعال نحط اوكي تعال نعمل حمام ماشي. تعال نعمل حمام, نحط مرايه مدوره هنا ماشي, وهنحط هنا فين فين فين. احنا هنعمل حمام اللي هو ايه حاجه يعني بسيطه جدا, مش هنعمل ستولز فاهمين. يعني هيبقى هنا في تويلت ماشي, هنا في حوض كده وبس. يعني ممكن نعمل ستولز لو عايزين, بس يعني مش حاسس ان هي دي لازم الستولز اصلا يبقى ليها بتاع فاهمين. طيب هل كده ده دور فريم بس؟ ايه ده, هو ده دور فريم بس؟ انا كده مش حاطط الباب.
خلاص كده جلاس دور سوليد دور. صدقني ما كنتش حاطط باب. طب احط ازاي ده؟ طب استنى ازاي امسح دي؟ ديليت. اوكي باب بقى. اوكي كده في باب. اوكي فكده الباثروم تمام، كده المطبخ تمام، كده كل حاجه تمام. مش ناقصنا بس غير ان احنا نحط ديكوريشن حرفيا. عايزين نابكن هولدر. اوكي نحط مناديل على الترابيزات ماشي. فيز لا خلاص مفيش مكان. عايزين بقى حاجه بقى ايه لذيذه. وول شيلف. اوكي نحط شيلف هنا ونحط شيلف هنا ماشي كشكل يعني. وبوتيت بلانز نحط نبته هنا مثلا ونبته هنا ونبته هنا. بس اوكي كده اظن ان احنا تمام. مش فاضلنا غير حاجه واحده بس، وهفتح المطعم دلوقتي وهنتفرج عليه، ان احنا نحط اضاءات هنا عشان اللي بيشتغلوا هنا يبقوا شايفين. طبعا احنا بنلعب ساند بوكس يعني مفيش قلق من اي حاجه. ونعمل ايه؟ نقفل البيلد مود كده وبس. ودلوقتي بقى ايه؟ عايزين بقى نفتح المطعم فهنجري عشان المطعم يفتح تاني يوم. اوكي فكده اليوم خلص. فاوكي احنا كده غلطانين الصراحه بس مش مشكله. ستاف ديشز داي 2. اوكي كده بقى اليوم التاني بقى فنفتح المطعم بس. اوكي فدلوقتي بقى المفروض ان هم بداوا يطبخوا. فهل في حد ياخد الاوردر ولا ده انا؟ المفروض ان ده انا ماشي. فين بقى الزباين بقى؟ فين الزباين يا جماعه؟ ولا انا المفروض اقول لكل واحد يعمل ايه؟ استنوا كده. لحظه انا المفروض اقول لكل واحد يعمل ايه. لحظه. اوكي وانت اعمل ده، وانت اشتغل لي هنا يلا، وانت ومين تاني يشتغل هنا؟ انت كمان اشتغل هنا يلا، يلا وانت كمان اشتغل هنا يلا. يلا ما اعرفش بعمل ده صح ولا غلط بس اعتقد ان كده تمام. اوكي الزباين جت. عايز ايه ده؟ عايز ايه ده؟ عايز ايه؟ لحظه حضرتك عايزه ايه؟ بتشاور لي دي عايزه ايه؟ مفيش حد على الترابيزات، مفيش حد يخدم على الترابيزات. اوكي فهنا بقى شيل ده من هنا. يا نهار ابيض على اللي بعمله ده. انا عمال اخد نجوم وحشه قوي والله. ومين بينظف؟ انت يا بنتي ما بتشوفيش شغل ايه ده؟ الله اوكي لا كله عمال يديني نجمه واحده. هو انت يا اسطى ما بتطبخش ليه يا اسطى؟ لحظه واحده. اوكي هنا ده بقى لوحده ماشي. بيستي هنا. اوكي بيستي ماسك الفراير. هنا امسك مين؟ امسك مثلا بس كده. اوكي هنا امسك ده. لا ده بيستي ده مسك ده. وهنا امسك ده. اوكي ماشي كده كل واحد معاه دوره خلاص. مين هينضف بقى الترابيزات؟ عايز ايه يا حبيبي؟ عايز ايه يا ضنايا؟ يا جماعه في ايه يا جماعه؟ والله العظيم متوتر اقسم بالله. ازاي اعرف انت محتاج مني ايه طيب؟ قول لي. كان بيدفع ايه ده؟ ده كان زبون. الو؟ هو ليه الزبون دي ما في ايه ده؟ لحظه واحده ده مشي. الو؟ ده روح بيتهم. طب ليه ما حدش بيخش المطعم؟ ايه ده؟ ليه ما حدش بيخش المطعم؟ طب استنى هات موظفين. ايه ده في ايه؟ تعالي وظفت ناس كتيره والله. تعالوا يا جماعه تعالوا واشتغلوا يعني كل واحد يشوف شغلانه. يلا امسك وحد يمسك الترابيزه دي معايا. يلا هو انا بعمل ده صح ولا انا بهبد والله العظيم. لحظه ايه ده؟ اوكي ده انا بتعلم يعني. الناس بتطلب مني حاجات وانا بتعلمها. اوكي يا عم اقفل المحل. قفلت المحل بدري. ايه ده؟ الزباين جت لي. هو انا ما قفلتش المحل ولا ايه؟ اوكي خدنا نجمتين. واضح ان احنا بنعمل حاجه صح. اوكي ممكن نمشي بهدوء شويه. واضح ان هم عندهم مشكله مع المنيو بتاعتي. يا جماعه تقريبا والله. هو انا عندي اربع اطباق بس في المطعم كله. مش فاهم ده ايه ده. اوكي زودت لهم حاجات على المنيو اهو. ماشي كده خليت المنيو فيه حاجات احسن تمام. بس اوكي تعالوا تاني. اوكي كله هيروح بيته. خلصنا اليوم ده. لا دي شكلها جامده يا جماعه والله. شكلها يجي منها خصوصا لو لعبتها بقى. مش يعني انا بقى دلوقتي ساند بوكس اللي هو مفيش عقاب فشكلها كويسه يعني في الموضوع ده. بس في حاجات كتير انا مش فاهمها الصراحه يعني.
عشان بس حق يتقال برضو. يعني ده مثلا محتاج يتنظف، انضفه ازاي ما اعرفش. اوكي في ناس قاعده تقول ما عندهمش حاجه تتاكل ومش عارف ايه وكده، بس قشطه خدنا اوكي خسرنا فلوس كتير قوي فتمام تمام تمام مبسوط. اليوم اللي بعده اليوم اللي بعده افتح مزيكا لذيذه والله. ايه ده بقى؟ اوكي لحظه كده، احنا واضح ان احنا ما عندناش حاجات نطبخ بيها، فدي ممكن تكون عامله مشكله كبيره قوي. فانا عايز اخلي كل حاجه ماكسيمم حاجه، ما ينفعش. عمال احاول اطلب حاجات كتير على قد ما اقدر، ما ينفعش اكتب هنا رقم. يا نهار ابيض، انا ازاي هطلب كل الحاجات دي كده؟ ازاي؟ ايوه بس كده. اوكي اوكي اوكي، ده انا ينفع اخلي كل حاجه من فوق. ماشي، احنا هنحتاج نبني شيلفز كتير قوي، بس احنا كده عندنا انجريدينتس كتير. تمام، اطلب بقى ازاي بقى؟ next delivery in 59 minutes 870 ingredient. اوكي احنا عايزين اوكي عايزين نبني شلفات كتير قوي. استنى بقى لحظه واحده كده. سي سي ايوه اوكي 1 2 3 4 ماشي. هي فين الزبائن؟ انا ديسبوز يعتبر. اوكي ماشي. معيش مكان وعندي مكالمه. لحظه واحده لحظه واحده لحظه واحده. مؤاخذة عملت زي محمد صلاح تقريبا، انا عارف، ولكن احنا طالبين حاجات كتير قوي بس مش عارف هوصلها ازاي. ما عنديش مكان، يعني ما عنديش مكان ان انا اطلب الحاجات دي كلها. فلحظة واحدة كده، ينفع اقلل لغاية ما يبقى عندي قد مكان؟ بس كده كده هيجي لي حاجات قد مكان اللي عندي. ماشي، المشكلة ان انا ما عنديش ثلاجات كفاية كمان. تبا، انا محتاج ثلاجات كمان. طب هجيب ثلاجات ازاي بقى؟ سي اوكي. طب انا هعمل ايه طيب؟ ما علينا. اوكي المفروض ان هم هيقدروا دلوقتي يطبخوا حاجات او يعملوا حاجات. فالدليفري جايه في السكه. cannot perform boil sear. ليه مش عارف تبويل وتسير؟ لحظه واحده لحظه واحده لحظه واحده بيلد مود. لحظه واحده، ايه المشكله في البويلنج حضرتك؟ كيتش، ايه المشكله حضرتك في البويلنج؟ هو مش عارف يعمل بويلنج ليه ده؟ اوفن ديلوكس ستوف، انا ما عنديش ستوف. الو، انا مش حاطط ستوف. ايه ده؟ لحظة واحدة لحظة واحدة، وانا مش حاطط ستوب بجد؟ دي مصيبة دي. استنى لحظة، ده انا طلعت مش مشتري الاساسيات بتاعت اللي اسمه ايه ده؟ الطبخ. اوكي مين اللي عامل لي قد دلوقتي ده؟ يا جماعة ايه العشوائية اللي بتحصل في الفيديو النهارده ده؟ اوكي هنحط الثلاجات دي هنا، ما ينفعش؟ اوكي ينفع ينفع ينفع. هل الثلاجات دي بقى اتحسبت لي كثلاجات؟ اتحسبت لي كثلاجات. اوكي اوكي واحدة كمان بس، جري بقى اليوم بقى يلا. طب مين بقى هينضف بقى؟ حد يمسك دي. اوكي ابو الستيت فين؟ امسك امسك انت، خد انت بالهاي. اوكي مين بقى هينضف بقى المكان بقى؟ يعني مين بينضف؟ مش فاهم مش فاهم والله مين بينضف. فين التنظيف يا جماعه؟ فين الكلينرز يا جماعه؟ طب الحاجه وصلت ولا لا؟ الاكل وصل ولا لا؟ بص هو واضح ان زمان بدات تتبسط، هو بغض النظر عن قدره المكان بس الناس بدات. اهو كلين ارياز. اوكي لحظه، كلين ارياز ازاي بقى كلين بقى؟ مش فاهم مش فاهم، بس المفروض ان هو ايه؟ المفروض يعني ان انا اقدر انضف. المفروض يعني هو بس بص، بدات تاخد نجمتين وده بالنسبه لي نجاح. ده اوحش مطعم شفته في حياتي حرفيا. ماشي خلاص بعد كده بس. ده اوحش مطعم شفته في حياتي والله، اسوأ مطعم في العالم اقسم بالله والله العظيم. مش كده يعني، فعلا مش كده. انا مش عارف اعمل ايه تاني، مش عارف انضف ازاي. ما بيقول لي كلين اري اهو. ايه ده بقى؟ كريت. فهمت. لحظه، كريت ونحط حد عليها اهو مثلا. اوكي ماشي ويلا. هل حد هينضف كده؟ ايوه والله العظيم اللعبه جامده. عارفين ايه الجامد؟ ان انت تتعلم اللعبه بسهوله. لا تمام، اللعبه لذيذه. اوكي الراجل المرشف الصحه جه. يا نهار ابيض، بيكشف عليا.
ايه الكلام يا اسطى؟ ايه النظام؟ ايه النظام والله؟ الحمام نظيف ولا ايه طيب؟ ولا انت ايه جبت كويس؟ انا ما اعرفش الصراحه ايه اللي بيحصل. تمام ولا ايه؟ اوكي الانجريدينت كلها وصلت الحمد لله، فكل حاجه متوصله هنا. المنبه رن. والله بصوا ده المطعم بتاعنا دلوقتي، هنستنى بس الزباين دي تمشي تشوف هيدونا كام نجمه ونبقى عارفين احنا ايه وصلنا لايه النهارده. بس الناس مبسوطه يعني معظم الناس مبسوطه شكلها. هو انا بس بدات بعشوائيه شويه وما كنتش اتوقع ده يحصل، بس انا اتعلمت اللعبه. ايه ده؟ واخدت 10 من 10 من الراجل اسمه نضار حصارد. الله يبارك لك يا حصارد، والله بيقول لي ان انا مكان نضيف 100%. اوكي طب هو الناس عماله بتاكل، هتفضل تاكل لغايه امتى؟ مش فاهم انا بجد مش فاهم. طب كلوز ايرلي يس، اقفل المحل كلوز ناو. اوكي خدنا نجمه واحده من كل الناس كلها. اوكي في اللعبه دي لحظه واحده، الناس كلها هزقتني عشان طردتها من المطعم. والله العظيم الناس كلها قالت الراجل ده مش محترم. فده كان المطعم بتاعي، اتمنى يكون عجبكم. كان فيديو عشوائي جدا والله. ماشي اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. لاف يو اول. مع السلامه. سلام مستوي.